يا مسلما قم للعلا وارفع جبينك للسماء، هذه وصايا المصطفى اعمل بها مستعصما. ترياق خير قد اتى يهدي الضليل الهائم، يدني اليه منافعا بالعلم ربك أنعما. ترياق ترياق ترياق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حصة ترياق. كانت دعوة بني العباس قائمة في السر في عهد بني أمية، ثم جاء أبو مسلم الخراساني إلى بني العباس وادعى بأنه يريد لهم الخلافة، فاتفقوا معه. فقام أبو مسلم هذا بحرب في بلاد خراسان، استطاع من خلالها تقويض حكم بني أمية، واستمر في التوسع في بلاد العرب حتى أجلى بني أمية كلهم من ذلك المكان. وحينها علم بنو العباس مدى قوة هذا الرجل، فأعطوه الضوء الأخضر في كل ما يريد أن يفعله. وبالفعل نجح أبو مسلم الخراساني في تقويض حكم بني أمية، فأعلن بنو العباس خلافتهم، فكان الخليفة الأول أبو العباس السفاح يقرب أبا مسلم منه ولا يقطع أمرا إلا بمشورته ورأيه، فقويت شوكته وبلغ من الحكم ما بلغ. ثم جاء أبو جعفر المنصور على رأس الخلافة بعد وفاة أبي العباس السفاح، ومن خلال حنكة أبي جعفر علم أن أبا مسلم يطلب الخلافة لنفسه، خاصة وأنه ادعى في بداية أمره أنه من نسل كسرى، وبذلك جذب قلوب الفارسيين إليه. ثم ادعى في عهد أبي جعفر المنصور أنه من نسل بني العباس، فقلنا أدرك أبو جعفر المنصور أن هذا الرجل يريد الخلافة لنفسه، فاستماله إلى دار الخلافة حتى جاء إليه أبو مسلم، فأخذ يحدثه ويعاتبه على كثير من الأمور التي فعلها، خاصة وأن هذا الرجل قد كان يثخن في العرب قتلا وترويعا، وبذلك بيّن نيته في إقامة دولة فارسية لا دولة تعيد الحق لآل البيت كما يدعي. استماله أبو جعفر كما قلنا إلى دار الخلافة، ثم بعد نقاش بينهما قتله أبو جعفر وأنهى مؤامرته، لكن المؤامرات على الإسلام بقيت تحاك رغم كل ذلك. ففي عهد الهادي والمهدي والرشيد خرج من يسمون بالزنادقة، وهم قوم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالربوبية، وأخذوا يضعون الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يدلسون على الناس دينهم، فكان هؤلاء الخلفاء يقتلونهم ولا يبقون على أثرهم. وفي عهد المأمون خرجت فرقة جديدة تدعي إعمال العقل والرأي، تسمى بفرقة المعتزلة، وكانت أهم مسألة طرحوها هي مسألة خلق القرآن الكريم، أي أن القرآن بالنسبة لهم مخلوق كباقي المخلوقات، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الأمة بالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله لفسد دين الناس ولظل كثير منهم وانتكس، لكن الإمام صبر على هاته المحنة وصار يقاوم هؤلاء بالحجة والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالفعل نجح، فقد تصدى لدعاة المعتزلة كبشر المريسي وابن أبي ذؤاد، وانتهت هذه المحنة
بفوز الإسلام تارة أخرى. غالبا إذا نظر الإنسان إلى التاريخ تجلت أمامه الرؤية وأدرك واقعه واستطاع أن يميز نوايا الناس. إياك أن تثق في حامل بندقية أو مدعي علم أو صاحب ثأر، فحامل البندقية سيدعي بداية بأنه يحميك ويحمي مطالبك كما فعل أبو مسلم الخراساني، ثم في آخر الأمر سينقلب عليك إذا تمكن من الحكم. أما مدعي العلم فإنه سيدلس عليك دينك ويفتنك ويلقي بك في غياهب الضلالة. أما صاحب الثأر فإنه يمارس معك التقية ويتلون أمامك حتى إذا تمكن منك أثخن فيك القتل وثأر منك لشيء فعله أجدادك في غابر الزمان. إياك أخي أن تقدم ثقتك لأي كان، بل قدمها لمن يستحق، وليكن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيلك للتمييز بين الناس. فالمسلم كيس فطن، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعليك إسقاط الماضي على الحاضر لتدرك نوايا الناس. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ترياق ترياق ترياق.